واش راه دايره فيكم كورونا يا حبايبي؟ اخويا كورونا دوكا فلا باس. ياه. والله فلا باس، الحمد لله على كل حال. ربي يبعد علينا ان شاء الله وعلى المسلمين وعلى الدول المسلمه ان شاء الله. ان شاء الله. صلاتها ربي على الكفار وسيرتو بني اسرائيل. ربي يسلط عليهم، هذا ما احنا جابوها انهم صومونا دوك الكفار. ايه. والله صومونا كفار بلا رمضان، والحمد لله هذا ابتلاء من عند ربي، مش عقوبه، مش غضب الله، ولكن ابتلاء. علاه؟ بيجربكم شوف المؤمن. صابرين ولا مانا صابرين، الابتلاء من عند ربي عز وجل شحال من نور. وهذا ربي سبحانه عز وجل. صح راك خايف من الموت يا شيخ؟ لا لا. ها. خايف من الاعمال واش راني مادي معايا، مش خايف من الموت. واش راك داير؟ دايرك احلى باين. الله اعلم. وعلاه ما تقعدش في داركم خير؟ ما عنديش ناكل، ما كانش. ما عندكش واش تاكل؟ ايه راني مريح، انا كيما نقول حتى واحد مريض مسكين كراف ديناه من السبيطار. يا حفيظ. يا والبارح وين هذاك اللي دابا؟ واش به ذاك المخلوق ذا؟ راك تخدم بالدراهم ولا في سبيل الله؟ ما والله قام خلي الانسان كيما تقول حكي مسكين ديتو سبع على حسب النية. ديتو السكانر وجبتو جاو خلص في ولادي وشو غيرو مش تخلص انت انسان طالع كل طوس ما عوقش تخلص عليه ما نخش عليه اصلا ما نخش عليه وذيك الروح ما خلاتناش في الدار والحمد لله دايرين حسابنا الانسان من بعد سمت يا راك مدوس مع عزوجك سمعت راك مدوس مع نسيبتك واش راه نسيبتك قرداش ولا مش قرداش قبل؟ نسيبتي انا اصلا تاع فلفل حار الله يحفظني شنو يعاود؟ فلفل حار وين هذه؟ نسيبتي نسيب القرداش هذه اول والمدام عندها لاطوسيون وانا شويه قاضتني الجنيه لو كان نريح في الدار ندوس نطلع على لاطوس عند خاسرها هي الريح برا هكذا سمعت قاضتك الجنيه وهي لاطوس وهي عندها لاطوس والله غادي نروح نجيب تضرب الابره على طوسور ورجعت ربي يشافيها ان شاء الله امين وربي يحفظك ان شاء الله تروح تفطر عندي اليوم والو ادعوا ربي راه الغايب ان شاء الله بالك كيف ربي علينا لا راه نعمه هذه على بالك عليها صبت الشتاء ماكش عارفتها انا نقول لك عليها الحكمه حكمه كي تصب الشتاء الناس كل واحد يلقى الدار ما تقعد تحت حجره ما تقعد تحت حجره بصح كون جا نهار زين تلقى الناس كاع برا لا الحمد لله عندنا الشعب المهم يا شيخ الله يحفظك ان شاء الله امين دعوه زينه مستجابه للناس كل والناس تاع البليده الناس تاع البليده واش تدعيه؟ ربي يرفد البلاء والوباء عليهم يا ربي في اسرع وقت ان شاء الله يا ربي خاوتنا ويرضاو برضا رب العالمين. يرضاو لازم يرضاو. واللي مش يصلي واش يدير؟ واللي مش يصلي؟ اللي مش يصلي هذه الفرصه تاعو يعرف باللي هذه راه عبره من عند ربي سبحانه عز وجل. يقصب. لا لا مش كسو يقصب. قول اقصب صلي. قول اقصب صلي تعود رايح للفور ثاني دعوه الشر. اه. قول تروح للفور. والله العظيم راني خايف اللي ما يصليش هو الايه تاع عليه وعليه المقذوف. راح مع لوبي ها والله العظيم ها ولا راح في الفور عقب راح الى عقب تيوا آه. والله ما خلاف الخالق اللي نجي هاي الربع يا اخوي السلام عليكم ربي يحفظك حبيبي